من الكويت جزء لا يتجزأ من أمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكل تهديد يستهدف أمن إحدى دول المجلس إنما هو تهديد لأمن الكويت وسائر دول المجلس. نرفضه ونتداعى لدفعه ونتعاون لدحره، وقد تجسد هذا عمليا حين تعرضت الكويت لعدوان قاسم واحتلال آثم عام 1990، كما تأكد هذا جليا حين لاحت مؤخرا نذر الخطر والتهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي هو أمن لنا جميعا. فهبت دول مجلس التعاون بمشاركة فعالة في عاصفة الحزم الذي أطلقها وقادها بكل شجاعة وإقدام أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حماية لأمن المملكة الشقيقة ودفاعا عن الشرعية في اليمن الشقيق والتي اتسع نطاقها في تحالف داعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة. إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي وما حققته دولة من الإنجازات المشهودة ومن زلة الرفيعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانطلاقا من وحدة الهدف والمصير بينها وروابط القربة والأخوة، حري بنا أن نتمسك بها ونعمل على تعزيزها ودفعها لتكون هذه المسيرة المباركة أملا في الوصول إليها نحو توافق عربي ينقذ الأمة من عثرتها ويوقظها من سباتها ويستعيد عزتها ومنعتها.